سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. ضمن تحضيرات رمضان غادي ندير اليوم واحد الوصفه اللي هي البوراك على الطريقه المغربيه. هو البوراك اصلا تركي، يديروا بورقه الفيلو. حنا ما كنتوفرش على الورقه الفيلو، ممكن نديروه بالعجينه المسمن. غادي ندوزوا المقادير العجين. في الاول عندنا كيلو ديال الفورص، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الملح، خماره حمراء، وغادي نجمعوا العجين بالحليب. ندوز دابا نعجن العجين ونديرو يرتاح ونرجع معكم. بعد ما عجنت العجين خليتها ترتاح واحد شويه، غادي ندوز معكم دابا باش نحضروا الحشوه. ومقادير الحشوه هي عندنا جوج بصلات كبار، عندنا 250 غرام ديال الكفته، واحد جوج معالقات ديال القزبر ومعدنوس مقرطين، عندنا واحد جوج فلفلات حمرين كبار، ولا عندكم فلفله صفراء خضراء اللي بغا ممكن تخلطي الوان. انا عندي غير الحمراء، غادي ندير غير الحمراء. عندي واحد جوج خيزوات محكوكين، جوج قرعات محكوكين، والفرماج حتى هو ملي غادي نشحر الحشوه غنديرو معاها. عندنا في العطريه الخرقوم البلدي، عندنا التحميره، عندنا الكمون، عندنا البزار، عندنا السكينجبير والملح. دابا غادي ندوز باش نرد الحشوه تشحر ونرجع معكم ان شاء الله. غادي نديروا البصله ان شاء الله، نشحروها ونزيدوا عليها هذاك الفلفله، ونزيدوا عليها القرعه وخيزو، ونزيدوا عليها الكفته والعطريه ونشحروهم. دابا البنات دزت باش نشحر البصله، ونسيت ما قلتش لكم في المقادير الزيت. غادي ندير شويه زيت العود باش غادي نشحر. قلت لكم البنات من بعد ما ارتاحت العجينه واحد شوي، وها هي الحشوه ساليتها، خليتها غادي تبرد شويه. والفرماج ها هو باقي عندنا، غادي نديرو حتى هو من بعد. دابا غادي ندوز نقسم العجينه لكويرات صغار بحال ملي تنبغوا نديرو المسمن، ونرجع معاكم. كما شفتوا معايا كنفرق العجينه لكويرات صغيره، ونخليهم حتى ما يرتاحوا شوي، عاد نرجع نبسط فيهم وندير فيهم الفلفل. وهانتوما معايا بعد ما ارتاحت لينا العجينه وبردات الحشوه، دزت دابا باش نبدا نبسط ونعمر، وهانتوما غادي تشوفوا. خصنا نبسطو العجين حتى تبان لينا سطح العمل باش يجي مرق. كيدير على القياس اللي بغا، كاين اللي تيبغي كثر، كاين اللي تيبغي غير شويه، الواحد على حساب. من بعد ما نديرو الحشو غادي نديرو الفرماج، فرماج الموتزاريلا ولا الحمر، كل واحد كيستعمل داكشي اللي متوفر عنده. ونتنيو العجين ونبداو نلفو، نلفو ونجبدو باش ما تجيش غليظة. نجيب واحد السكين باش نقطع العجين، نقطع العجين هاك باش نديرو باش ما يجيناش غليظ. نديرو شريطات بالموس ولا بديك القطاعة ديال البيتزا اللي متوفر عندك، ونكملو باش يجي فيها هادشي.
ونحطو على جنب ونكملو النصف الثاني حتى هو بنفس الطريقة. نديرو الحشو ونديرو عليه الفرماج. ونديرو هادوك الشريطات ونبقاو مستمرين بحال هكا حتى نكمل كاع الكويرات اللي عندي، ومن بعد تنجيب واحد الطاوة وتنستفهم فيها صافي. ومني تنبدا نستفهم بحال هكا في الطاوة، وفي نفس الوقت راه شاعلة الفرن تيسخن، ملي تيسخن مزيان تندخلهم للفران بلا ما ندهنهم، تندخلهم حتى يطيبو شويه يشدو في راسو، عاد تنجبدهم تندير صفار البيض تندير عليه شويه الصوجة وتندهنهم ونرجعهم يتحمروا في الفران. يا البنات نسيت ما قلتش لكم، غادي نقطعهم قبل ما ندخلهم للفران، كل واحد تيديرهم على حساب القياس اللي بغا، انا غادي نديرهم غير صغار. من بعد ما غادي نقطعهم ندخلهم للفران ان شاء الله ونرجع معاكم من بعد. ها انتم البنات من بعد ما طاب هذا اللون اللي تيبان لكم هكا راه محمر غير تيبان في الكاميرا هكا، حيت كيف قلت لكم قبيله ملي تندخلهم تيشدوا عظامهم تنديروا صفر ديال البيضه تنخلطوا مع صلصه الصوجة وتندهنهم وترجعهم يتحمروا شويه، ومني تنخرجهم تنقطعوهم وتنحطوهم في شي طبيسيل حتى يبردوا. ها هو الشكل النهائي ديال البوراك ديالنا، جا محمر وزوين. انا تيعجبني تكون فيه بنه صلصه الصوجة تجيب واحد لوغو زوين. دابا غادي ندوز نقسم معكم وحده باش تشوفوا كي جا انتما شتي، كيجي مقرمل من برا وتيجي طري من الداخل ومرق كيف تتشوفوا انتما. كنتمنى ان شاء الله تجربوه في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، وبالمناسبه تنبارك لكم الشهر وتنقول لكم الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وراحه البال، وشكرا على التواصل ديالكم، وكنتمنى ديروا لي لايك وابوني وخليتكم في راحه الله حتى الفيديو القادم ان شاء الله.